وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية بحزب حماة الوطن. بعد التحية دكتور أحمد، زخم كبير تكتسبه المبادرة الرئاسية كتف في كتف للحماية الاجتماعية، ما هي دلالات إطلاق حزب حماة الوطن أولى قوافل طريق الخير؟ تحياتي لحضرتك ولجميع السادة المشاهدين، وكل سنة وحضرتك وشعب مصر العظيم بخير مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. الحقيقة يوم عظيم، يوم إنساني من رئيس إنسان على قد الجهد اللي اتبذل خلال الأيام اللي فاتت من داخل حزب حماة الوطن للتجهيز للمشاركة ضمن المبادرة الرئاسية كتف في كتف. لكن الشعور باللذة في العمل الإنساني لا الحقيقة لا يوصفها وصف ولا كلمات نجدها لوصف هذا المعنى العظيم الذي شعرنا به منذ اللحظة الأولى لإطلاق هذه المبادرة. وكانت توجيهات السيد رئيس الحزب بتشكيل خلية عمل متضمنة النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام وأمين التنظيم من أجل تسخير كافة جهود الحزب لدعم تلك المبادرة الرئاسية. قام الحزب بالمشاركة داخل الفعالية التي أقيمت باستاد القاهرة احتفالا وتكريما بالمتطوعين الذين قاموا بهذا الجهد العظيم، وشاركنا بالألاف من أعضاء الحزب داخل هذه الفعالية. ثم مساء عقب انتهاء الفعالية قمنا بتدشين المئات من الشاحنات المحملة بالألاف من كراتين المواد الغذائية لكافة ربوع مصر. لكن دكتور أحمد، بعد إطلاق مبادرة كبيرة مثل مبادرة كتف في كتف، كيف ترى تقييم المجتمع لما يشهده العمل الأهلي من الازدهار خلال الفترة الراهنة؟ الحقيقة منذ مارس 2022، منذ تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وحزب حماة الوطن يتابع نشاط وجهود هذا التحالف عن كثب، حيث أنه يأتي في إطار تعظيم الجهود وتوحيدها من أجل وصول المساعدات الاجتماعية وتحقيق حماية اجتماعية وتكافل اجتماعي ووصوله لمستحقيه في كافة أنحاء الجمهورية. عمل جيد، عمل عظيم، عمل يحترم، عمل يستحق المساندة والدعم. وحزب حماة الوطن يسخر كافة إمكانياته من أجل دعم عمل هذا التحالف من حيث توحيد الجهود وتعظيمها، من باب ومنطلق التزام الحزب بهذا الواجب الأخلاقي والإنساني تجاه الوطن. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية بحزب حماة الوطن، شكرا جزيلا لك.